أخواننا الكرام، من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني ممكن تتحاور مع إنسان عشر ساعات وما تسمعه كلمة قاسية، ما بتفهم، لا هي كلمة قاسية. أرى خلاف ما ترى، نفس الشيء. أنا لي رأي آخر ومعي له دليل. يمكن أن تحاور أخاك حواراً طويلاً دون أن تجرحه. يعني مرة رجل، والله أنا أثني على إخلاصه وعلى علمه، عالج موضوع يعني شاع شريط بين الناس، في فهم للحديث فهم خطير جداً لا يمكن أن يقصده النبي. يعني المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة تريد أن يشم الناس ريحها فهي زانية. هذا العالم الجليل رد رداً علمياً رائعاً وقال: هذه ليرى الناس أو ليشم الناس رائحتها. هذه اللام ليست للتعليل، هي لام المآل، كقول الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً. هو مستحيل أن يلتقط الإنسان ولداً ليكون له عدواً، لكن هذه اللام لام المآل. في النهاية هذا الطفل الذي ألقيت محبته في قلب امرأة فرعون هو سبب إنهاء حكم فرعون. فأنا سمعت رد أصولي عميق دقيق لهذا الفهم الخاطئ للحديث، لكن في هذا الشريط يعني قيل إنه شيخ هؤلاء مخترق جاهل إلى آخره. هاتان الكلمتان القاسيتان سببا فتنة في البلد لا تنتهي. 30 دقيقة الكلام علمي، لام المآل، لام التعليل، المعنى كذا وليس كذا، مقبول. لما يعني اتهم شيخ هؤلاء بكلام قاسي سبب أزمة وألف كتاب اتهم القائل بالزندقة وطبع منه 50,000 نسخة وزعت في أنحاء العالم. يعني أنت ممكن تحاور إنسان عشر ساعات وتستخدم الكلام المهذب. أرى بخلاف ذلك ومعي دليل، ولعلك توهمت كذا الحقيقة كذا، أما ما بتفهم ما بصير. اتعلموا من الإمام الشافعي حينما قال: أنا حق، أنا على حق وقد أكون مخطئاً، والآخر على الباطل وقد يكون مصيباً. طيب، ألا تريدون منهج النبي في ذلك الذي علمه القرآن؟ قال: وإن أو إياكم لعلى هدى. يعني أنت حينما تحاور إنسان إياك أن توهمه أنه أنت وحدك العالم، هو جاهل. ينبغي أن تنزل إلى مستواه وألا تميز نفسك عليه بكلمة. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني الحق كرة، قد تكون عندي وقد تكون عندك، سوف نتحاور. أما أنا الذي أعرف، أنت لا تعرف، في توجيهات قاسية جداً، في تقييمات باطلة، في استعلاء. عود نفسك أن تجعل نفسك في مستوى من تحاور. قال تعالى: ولا تجادلهم إلا بالتي هي أحسن. يعني إذا في 1000 عبارة حسنة ينبغي أن تختار من كل هذه العبارات ما هو أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة، الحسنة. أما في المجادلة وجادلهم بالتي هي أحسن، المجادلة في خصومة، الأفكار مرتبطة بكرامة الإنسان، فحاول أن تكون قرآنياً في هذا التوجيه. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال.